دكتور، كنت بتكلم على مسألة إحنا بإذن الله من بكرة هنبدأ الجلسة الأولى إجرائيا للحوار الوطني، إلا أنه في ملف الصحة أنا أظنه ده ملف كبير ثقيل صعب وممتلئ بالآمال والأحلام. ما هو المأمول في ملف الصحة المصري؟ أنا أولا عجبتني جدا المقدمة بتاعت حضرتك إن إحنا مش جايين نتخانق. الحوار الوطني فرصة هائلة جدا لكل مصري إن هو يشارك في صنع مستقبل بلده. صح. لو إحنا دخلنا بالكونسبت ده وبالإحساس ده، كل واحد هيقول رأيه ويقول خبرته، وفي الآخر نوصل لمساحة مشتركة أكبر شوية. قد نختلف، لكن في الآخر إحنا هنوصل لمساحة مشتركة نقدر نقول فيها ممكن نتحسن إزاي. جميل. هل الصحة فيها مشكلة في مصر؟ عندنا مشكلة، بس هل هي سيئة قوي؟ لا، مش سيئة قوي. يعني ما حدش يقول ده إحنا ما عندناش لا، إحنا عندنا. إحنا محتاجين إعادة تنظيم نفسنا، إعادة طرح أفكار جديدة، إعادة يعني تقييم للموقف بصورة هادية. أهم الملفات الساخنة جدا جدا هي ملف أطباء مصر، شباب الأطباء. صح. ده ملف قلقني جدا وقلق أعتقد ناس كتير جدا. أنا شايفة إن في إحساس لدى طلاب الطب وشباب الأطباء إن هم مش واخدين حقهم وإن هم مضغوط عليهم. والحقيقة أنا من 10 أيام كنت مع طلبة بكالوريوس طب في إحدى الجامعات، وكنت بكلمهم على أحلامهم، انتوا ناويين تعملوا إيه؟ لقيت إن حوالي 60% 70% بيعمل المعادلة عشان ناوي يسافر. دي حاجة مؤلمة جدا طبعا، لأن ده انتوا ولادنا، يعني انتوا لما تمشوا طب مين اللي يكمل في مصر؟ ومصر دي قلعة الطب، طول عمرنا عندنا أساطيل الطب في مصر وأسامي كبيرة، وإحنا عندنا مركز الطب، إحنا أول مدرسة طب اتعملت في الشرق الأوسط. طيب ليه عاصل كده؟ ده بقى ملف لازم نتكلم فيه. عندنا ناس كتير جدا عندهم خبرات في هذا المجال. أنا عارفة إن البلد فيها ظروف اقتصادية صعبة شوية، ما نقدرش نحمل قوي على البلد، لكن ممكن ندور على حلول أخرى، زي نفتح العيادات الخارجية بتاعت المستشفيات الجامعية بعد الظهر يشتغلوا فيها عيادات، يبقى أنا كده فتحت له باب، يعني أقدر أحط بدائل، حلول بديلة، أفتح له سكك. أنا فعلا صدقيني يا دكتور أول حاجة كنت هسأل عليها، يعني وحضرتك بتتكلمي أول حاجة جاية في بالي، أنا ما بحبش لا كلمة استغلال ولا استخدام، كلمة استغلال أمثل برضه أحبهاش، مش عارف ليه يعني معقد، بس أنا كنت هقول لحضرتك أنا عندي كوادر طبية أحتاج أن أنا أستثمرها الاستثمار الأمثل.